السلام عليكم. الاسم كامل اسماعيل كوكوس، لاعب المنتخب الوطني لقصة القامة. كنشكر القناة على الاستضافة ديالها. بالنسبة للمنتخب قصة القامة، مؤخرا توجنا بكأس أفرو آسيوية اللي كانوا مشاركين فيها جميع المنتخبات الآسيوية والإفريقية. الحمد لله حصلنا على المرتبة الأولى، وبعد خولت لنا المشاركة في كأس العالم اللي تنظم في الأرجنتين في شهر 9 إن شاء الله. تقريبا هذه عام وأنا مشارك مع الدراري المنتخب الوطني. التجربة اللي دازت في كأس أفرو آسيوية كانت تجربة زوينة، سهلة وصعيبة في نفس الوقت. صعيبة لأن أول مرة كنظم هذه المشاركة، وأول مشاركة كتنظم هنا ما بين إفريقيا وآسيا، وكان المغرب الحمد لله هو اللي نظمها، والحمد لله توجنا بها. التحديات اللي كنواجه كلاعب أنا كتلقى صعوبة في الأول، فاش كتقول لونطريمون كيكون نظرا للبعد ديال الطريق بزاف ديال الدراري اللي كيكونوا بعاد، نظرا لأننا ماشي مقتصرين على فرقة وحدة كاملة في مدينة وحدة، كنشوفو أغلبية من مدن آخرين تقريبا من طنجة حتى للكويرة. الفرصة جات تقريبا اسمو بالصدفة، لأني بديت كنبحث على اسمو على الدراري ديال المنتخب مورا مني شاركوا في الكأس لاكوب دأمريك. مشيت بديت كنبحث فيهم نقلب، مورا كتب لي نتلاقى معاهم في مدينة سلام. المنافسة كانت صعيبة بعض الشيء كما قلت لك، بالحكم ديالها بأن الضغوطات اللي كانوا علينا بزاف، بأنك أنت كتنظم كبلة منظم خاصك ضروري ما تدي الكاس ديالك في بلادك، خاص الكاس ديالك خاصك تدي، ماشي جيت أنت منظمو ودولة أخرى تجي تدي. كنشكر الناس اللي كيشجعوني كاملين، وكنشكر كاع الناس اللي كيعطوا الالتفات لذوي الاحتياجات الخاصة كاملين، ماشي في جميع الرياضات، ماشي في كرة القدم، في ألعاب القوى وكذلك السباحة وأي رياضة كتضم ذوي الاحتياجات الخاصة. إن شاء الله كنقلب دابا نحترف خارج المغرب، نمشي للدولة الإسبانية إن شاء الله نضم مع واحد الفريق. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.